السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو سامري. هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الاخطاء ديال التربيه ديال الارانب. انا في الحقيقه حاولت انني نلخصها لكم في واحد 10 ديال الاخطاء. يعني كاين المربي اللي كيدير واحد الاخطاء ويعني هي شائعه بين الناس، ولكن انا حاولت انني نقول لكم هذه الاخطاء هذو باش ما تطيحوش فيها نتوما، يعني بالنسبه لا للمبتدئين لا للناس اللي محترفين قدروا يتهما ياخذوا واحد النقاط من هذا الفيديو، انهم هذيك نقاط شائعه بين الناس في تربيه الارانب. اول خطا هو عدم اعطاء تحصين او التطعيم. شحال من واحد كيقول لك لا انا راني عايشين عندي الارانب غير هكاك، راني ما كنعطيهم لا دواء لا والو. كونوا متاكدين ان هذه الشائعه راها خاطئه 100%، لان كاينين امراض موسميه اللي لابد ما كتجي الارانب، وخصنا نطعموا الارانب ديالنا ونحسنوها نديروا التحصين. وهذا التحصين راه كالانسان، حتى الانسان كلنا راحنا ضاربين الجلبه، اي واحد راه ضارب الجلبه. هذيك الجلبه راه عباره عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون الله يسر كتجي من واحد الوقت للوقت. ثاني حاجه وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء. شحال من واحد كيمشي للفيتامين مثلا ويقول باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوج معالق في ليترو، معليش باش يزيدوا مازال يكبروا مازال. هذه هي خاطئه. كاين اللي كيبغي يضرب الابره وكيحاول يزيد اكثر في الجرعه، هذيك الجرعات الا زدتوا فيهم راه كاد الدواء، الدواء حتى هو راه ماشي الا زدتي الكميه ان غتبرى دغيا، لا الكميه اللي معطات هي اللي خصك ديرها. ثالث حاجه وهي النظافه. شحال من واحد كيهمل النظافه، هذه ديما كنهضر عليها في الفيديو ديالي. ديما الا بغيتوا الارانب ديالكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج، مره الماء يتبدل، مره ديك الزنكه التحتانيه تغسل، لما لا واحد النهار تشمشوا داك الشيء كامل ديروه في واحد الخنشه الارانب ديالكم وتغسلوا الكاج كامل، يعني من واحد 3 شهور ولا ماشي مشكل، مزيان حتى هي. رابع حاجه وهي اعطاء الماء للارانب. كاين الناس اللي كيقول لك حقه، وهذه فكره شائعه عامه بين البدو، كيقول لك لا ما كنعطيوش حنايا كاع الارانب ديالنا الماء، وهي في الحقيقه راه ماشي الارانب ما كيشربوش الماء راهم عايشين، ما يمكنش. منين بحثت في هذا الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا دايرين هاد مثل هاد الفكره هذه كيكونوا ما دايرينش ليكاج. اول حاجه يكونوا دايرينهم غير في الارض، يعني كيحفروا مساكن هذوك الارانب كيحفروا وكيمشيو يقلبوا على شي مصدر ماء وكيشربوا منه. او كاينه واحده اخرى ان الارانب يعني اللي عايشين في ليكاج حنا كنسمو كنعطيهم السيكاليم، الحوايج الناشفه يعني ما فيهمش الماء، وهما كيعطيهم واحد النبات اخضر كيستنبطوا منه واحد الشويه ديال الماء، وداك الماء كيكون كاين في النبات كيعيشهم. صافي راهم بحال راهم شاربين الماء، ولكن هذه راه فكره خاطئه، ما فيها باس تعطي الارانب واحد الطويصه ديال الماء وتبقى تبدلها مره. ان كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي، اي حاجه كائن راه كيشرب الماء. كيفاش الطريقه؟ كل واحد عطيه سيدي ربي كيفاش النبته راه حتى هي كتشرب الماء، ما يمكنش تعيش بدون ماء. كاينه واحد القضيه اخرى ديال وهي في حقها غريبه، انا هذه يلاه جاتني فكره شائعه في هذه البلاد بعدا اللي حنا فيها، وهي قال لك يعطيو الارانب الحبوب منع الحمل. يعني هذه راه دايره بوم في هذه الايامات، وكاع الناس كلهم كيمشيو يشريو هذاك الحبوب ديال منع الحمل ديال الدويه ديال البشر ديال المراه اللي كتستعمل الادويه وهما باش كيربحوا اكثر كيمشيو ياخذوها من السبيطار، وكيبقاو يعطيوها كيديروا ديك الحبيبه كيديروها في مع الماء، كيديروها لها مع الماء، وهي خاطئه 100%. حبوب الحمل لا يعني ما كتموتش بشي صيله للارانب. هذه انا حاولت ندير في الفيديو خصيصا لهذه النقطه هذه، لان راها فكره شاعت في هذه الايامات وراها خاطئه 100%. كاين عاوتاني
في حقه جوج 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 نقاط في القضيه ديال الشمس. الشمس خص الكاج مره مره يتشمش في الارانب، ولكن ماشي توجيه اشعه الشمس مباشره لجسم الارنب، لا هذاك فكره خاطئه. كاينه واحده اخرى عاوتاني، توجيه التيارات الهوائيه مباشره، بحال نديروا شي فرفاره ونديروها مباشره كضرب الارانب، نقولوا باللي راه غتبردهم، هي ماشي غادي تبردهم، راه غادي ديك الساعه غادي يمرضوا بالزكام وغادي يمرضوا بشي امراض اللي نتوما في غنى عنها. يعني ديما الفرفاره تكون معليه الفوق او الكوروندير، يعني تكون كضرب في واحد الجهه، يعني تتمص من 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 جهه الشرجم ولا، وتضرب في واحد، ما تضربش في الوسط ديال الارانب، تضرب في واحد القنت ويدور البرد ويخرج من جهه اخرى. او الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروا حتى هما مزيانين، الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشه كتبقى ترش عليهم البرد، حتى هذوك افضل كاع. اذا التيارات الهوائيه ما يكونوش مباشره مع جسم الارنب. كاين فصل الصيف نقطة أخرى، وهي فصل الصيف كاين اللي كيقول هما مساكن راهم كاين هتو بزاف، غادي نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة، هادوك غير توادعوا معاهم لأن المعدة ديالهم ما كتستحملش. وشحال من واحد مشالوا الأرنب بهاد القضية هادي، أن كيعطي المياه باردة للأرانب، خاصو يكون الماء في الحقيقة. أنا هضرت في هذا الموضوع مع في واحد الفيديو سابق، خاصو يكون ملائم للغرفة، يعني اما المزرعه او الغرفه اللي نتوما فيها او السطح، او خاص يكون ملائم، ما يكونش الماء بارد بزاف او سخون بزاف، لا يكون معتدل، راقبوه مره مره، يكون يعني عادي، ماء عادي اللي كنشربوا منه حنا حتى هما يشربوا منه، غير ما يكونش مقلاصي وتعطيو لهم. هذه نقطه. كاين واحد القضيه، كاين الناس اللي دايرين ارانب هما ما باغينش يصرفوا عليهم حتى ريال، سمو كيديروا كيمشيو يجمعوا الخضره التالفه الضائعه يعني من الازبال وكيعطيوهم. هذه نقطه لقيتها في واحد الحي عندنا هنايا، زعما مشكل، كيمشيو يجمعوا الزبل حاشاكم، يعني كيجمعوه من 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 البوبيل وكيعطيوه لهم، بس زعما يقتصدوا، وهي هذاك راه ماشي اقتصاد، هذاك راه تعفن، ويقدر الارنب يموت، وتا داك الشيء اللي كيعطيو لهم راه كيكون كابر بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. كاين فكره اخرى عاوتاني، هذا البابيون راه باغي يخرج. كاين فكره عاوتاني وهي الاخيره، وهي اللي مهمه في الارانب كاملين في التربيه ديال الارانب، وهي ما نكشفوش الارانب ديالنا على شي واحد غريب، ولو يكون هذاك الغريب مزيان، يعني واخا يكون صالح ولا يعني ما كيشوفش فيهم بواحد الشوفه خايبه، ولكن حاولوا انكم الارانب ديالكم ما توريهمش للناس، واخا يكون الجار، واخا يكون اهل الدار، الاهل ديال الدار ديالكم راهم عايشين معاهم، هما راهم حساسة، هاد الأرانب كيحسوا بزاف، إلا مشاو شافوا غير واحد لواحد غريب كيبقى مكمش في واحد الجهة، حتى الغد ليه كيبقاو يموت واحد مور واحد، علاش؟ لأن راك وريتي الأرانب ديالك لواحد شخص غريب، هما ما عمرهم ما شافوه كيخافوا. هاد الأرانب بحال من دايرة في الحقيقة، يعني إلا بغيت ندير واحد التشبيه يعني باش الموضوع هذا نلصقوا المشاهد في يعني الذاكرة ديالو، ما يقدرش يحيد منها. هاد الموضوع ديال الارانب، تربيه الارانب داير بحال واحد الشمعه شاعله، هاد الشمعه الا مشيتي توجهتيها للريح كطفى، الا مشيتي بقيتي ديما داير لها واحد الكوفير من هنايا ومن هنايا، واخا غير بيديك لام يديك عليها انها ما غاديش تطفى. مشروع الحمد لله كاع اللي داروا نجح فيه، واخا المصاعب ديال في الاول الانسان ما كيكونش عارف، واخا الا صبرتي في هذا المشروع كون متاكد ان على الاقل غادي يكون عندك اكتفاء ذاتي للمنزل ديالك من اللحم، ما غتبقاوش تشريو اللحم، هذه متاكد منها. ولا صبرتوا وطورتوا المشروع وما كنتوش كتصرفوا راس المال وكتزيدوا تطوروا وديروا بلي هذاك المشروع انتم ماشي للربح، غير التطوير، غير طور، واحد النهار غادي تلقى عندك واحد القطيع ديال الارانب اللي ما غاديش تقدر كاع تقابلو، خاصك خدام اخر باش يقابل معك، كونوا متاكدين من هذه القضيه. اذا مشاريع زوينه بحال هذا الشكل، هذا المشروع هذا راه احسن من المواشي واحسن من الدواجن، لان راه كل شهر تقدر
تلقى خلفه جديده ولو ما تكونش نفس الام، ولكن الا عندك واحد نقولوا غير واحد ثمانيه الامهات ولا سته الامهات ولا راك كل شهر عندك خلفه جديده او جوج خلفات او ثلاثه، وكاين الناس اللي كيكونوا متمكنين راه كيوليو عندهم يعني اربعه الخلفات خمسه الخلفات في, 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 في الشهر، وهي غير سميتو واحد القفص صغير، وهو عرف كيفاش يخدم وكيفاش وبحث وعرف كيفاش وناض يخدم، يعني مثلا النظافه داك الشيء متول ومقاد وسميتو وعطاهم الوقت، راه واحد النهار كونوا متاكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديوهات. الحمد لله اليوتيوب راه عطينا واحد الكنز، يعني انتم كتواصلوا المعلومه بسيطه شحال هذه ما كانش عندنا المعلومه كتوصل، عندكم كل شيء دابا المعلومات واصلين. يعني حاولوا انكم ديروا المشاريع، داروا على الشمعه ديالكم باش ما تطفاش. الموضوع ديالنا سهله، هاد الاخطاء انا حاولت نوضحها لكم باش اي واحد عنده شي خطا من هاد الاخطاء هذه، وهي شائعه راني كنقول لكم انا كنسول الناس كنبحث وهذه كنلقى هاد الاخطاء راه الناس كيديروه. يعني الا لقيتوا شي خطا من هاد الاخطاء حاولوا انكم تداركوه، راه هادشي يعني حتى تجربت هاد الاخطاء ويعني بحثت فيها مزيان عاد حاولت انني ندونها. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، دعمونا بزير جيم و تكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله، واشكركم مبروكه رمضان كريم، الى اللقاء.